غير فيلم بنات عبد الرحمن، وعجبني جدا 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 ببارك لصبا مبارك. فيلم حلو قوي، و يعني هو في حته كوميرشال كده حلوه، ان انت قاعده مبسوطه وبتضحكي بتتفرجي على قصه حلوه، وفي نفس الوقت في رساله حلوه قوي. اسلام، في تكريم الفنانه الكبيره نيلي وتكريم كريم عبد العزيز، تقول لهم ايه؟ يستحقوا عن جداره، لان الاثنين امتعونا واسعدونا. يعني كريم عبد العزيز ده حد موجود بفنه، موجود بافلامه، مش موجود باي حاجه تانية. عمل افلام وطنيه زي ولاد العم هتفضل عايشه، عمل افلام بتخص المواطن المصري زي واحد من الناس، عمل افلام كوميديه لطيفه جدا زي الباشا تلميذ وابو علي. ويعني فكره ان يبقى في فنان اسمه اتبنى بشغله الفني بس، دي حاجه عظيمه جدا. نيلي ذكرياتنا وطفولتنا وسعادتنا ورمضان، يعني بتشوفيها بتحسي ببهجه، وهي سبحان الله لسه عندها روح الطفله لغايه دلوقتي. يعني هي طلعت يعني على المسرح خطفت قلوبنا كلنا. مين مثلك الاعلى في الوسط؟ مثلي الاعلى ممكن دكتور يحيى الفخراني، ممكن ماجد الكدواني، بحبهم قوي. اللي اكتر حاجه لفتت نظرك في حفل افتتاح المهرجان؟ انه كان منظم قوي، والدنيا كانت هاديه ولطيفه، ما يعني ما كانش فيه الصخب الزياده عن اللزوم اللي بيديك احساس بالهرجله، لا كل حاجه كانت منظمه وفي مكانها. يعني هل ممكن نشوفك في اكشن، رعب، في دراما؟ اكشن ورعب مش عارف، عشان القطنيه يعني محتاجه اتمرن جامد جدا. رعب ممكن، دراما انا بعمل يعني اوريدي في 100 وش كان عندي مشاهد دراما. نجيب زي زركش السنه اللي فاتت ما كانش كله كوميدي، كان في مشاهد تراجيدي صعبه جدا ومركبه جدا. وبعمل حاجه دلوقتي تراجيدي مش كوميدي برضو. بعمل قانون العمل، اخراج استاذه مريم ابو عوف، تاليف استاذه مريم نعوم، بطوله اياد نصار وريهام عبد الغفور. وللاسف يعني هم بيقولوا لنا مش عايزين اي تفاصيل نقولها. تقديم البرامج حبيت تقديم البرامج قوي، لان اقوى ام في مصر. انت لسه تقولي ولادك بيحبوني، فعمل لي قاعده من الاطفال ومن الامهات جامده جدا، فحببني في التقديم بصراحه. لان هو كمان في حاجه حقيقيه قوي، ان انت مع امهات طبيعيين وحقيقيين، مش حاجه معموله يعني. بصي والله انا بقالي مثلا سنتين او ثلاثة بحاول احافظ على وزني، كل ما زيد 5 كيلو اطلع اجري اخسهم، لان لما الدنيا بتفتح بقى جامد جدا. بتروح جيم ولا لا؟ ساعات وساعات يعني على قد ما بقدر. النظام اللي بمشي عليه حاليا دلوقتي، انا مش باكل سكر كتير، وبعمل كيكه المج. ما اقولكيش بقى كيكه المج ده، كيكه المج بالشوفان دي بتتعمل في دقيقتين، مسكره وحلوه بسكر اسمه ستيفيا، هو نبات كده بيتقلب كده جامد جدا، وفي نفس الوقت بيلكم بقى، يعني بيقفل كيس الزباله اللي مفتوح تحت ده. ايوه ليا، بس ساعات مش دايما يعني. لما بيجي لي مزاج كده بعمل، لسه عامل بسكوت شوفان حلو قوي عجب. انا هشتري منه المره اللي جايه. عناية ان شاء الله. ماشي، ميرسي، عشان نلحق الفيلم.